الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيضا عاجل، حماس دائم الجزيرة فلسطين، اسمعوا لهذا العاجل اللي هو الآن في هذا الوقت اللي راني كنقراه، ما ولاش عاجل. ندعو الوسطاء، شكون الوسطاء؟ أمريكا ومصر وقطر، في غياب تام لممثل المقاومة في المفاوضات حول ملف تبادل الأسرى. لا توجد. فحينما تم اغتيال هنية في إيران قطع الرأس الذي كان مرن ويتعامل بليونة لعله يحصل عن شيء في هذا الملف لرفع المعاناة عن سكان غزة. قال ندعو الوسطاء، هذه الأمريكان معروفة، أما قطر ومصر، مصر لا حول ولا قوة، ندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم. يعني الآن المقاومة تدعو الوسطاء، أمريكا وقطر ومصر، لتحمل مسؤولياتهم. ما هي مسؤولياتهم؟ وإلزام الاحتلال، إذا المسؤولية هي إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أي ثمة ما اتفق عليه. فمسؤولية الآن الوسطاء أن يحملوا الاحتلال على الالتزام بما اتفق عليه. إيه ونبقوا احنا هكذا نوصلوا الاتفاقيات ثم نروح مكاننا، فمتى تطبق على الأرض؟ فنحن نحمل المسؤولية للوسطاء. يضيف: تعاملنا بكل مسؤولية، نحن من طرفنا كمقاومة تعاملنا بكل مسؤولية مع جهود الوسطاء في قطر ومصر ومع كل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق. إذن نحن نبرئ ساحتنا ونحن نطلب من الوسطاء تحمل مسؤوليتهم. فمن جهتنا فنحن تحملنا كل مسؤوليتنا على الوجه الأكمل، وتعاملنا مع الوسطاء بكل مسؤولية ومع كل المقترحات الهادفة فعلا إلى التوصل إلى اتفاق. يضيف: طالبنا الوسطاء بتقديم خطة لكي نتقدم خطوة. نحن اتفقنا على بعض الإجراءات، الآن نطالب الوسطاء للانتقال إلى التنفيذ، ولا نظل كما هي مفاوضات أوسلو التي استمرت ما عادوا شحال من عام، من الثمانينات إلى الآن لم يحصلوا على أي شيء، بل زاد قضم الأراضي، زاد التضييق على المسلمين، زاد 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 زاد. نحن الآن نريد أن ننتقل إلى خطوة أخرى جادة على الأرض لكي تعطوا مبررا لنا لكي نستمر في هذه المفاوضات. فنحن نطالب بتقديم خطة لتنفيذ ما عرض علينا. إذا فقد عرضت علينا الخطة، عرضت علينا هذه المقترحات وقد وافقنا عليها، ونريدكم أن تتحملوا مسؤوليتكم. كيف؟ بتقديم خطة عملية لتنفيذ ما عرض علينا. يا وزيد ووافقنا عليه حتى لا تبقى المفاوضات تدور بحلقة مفرغة. إذن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى كلام واضح. المسألة الأولى تدعو لتحمل الوسطاء المسؤولية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ثانيا تعاملنا نحن من جهتنا مع الوسطاء بكل مسؤولية. وثالثا نطالب هؤلاء الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما عرض علينا وتم الاتفاق عليه حتى لا تبقى المفاوضات تراوح مكانها ولا تعرف طريقها إلى التنفيذ، وهذا محض العبث.
وتصرفات الحكماء مصانعة للعبث. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأعلق يعني بكلمات إن شاء الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. أولا فيما يبدو أن الوسطاء غير جادين لحد الآن على أن ينتقلوا من مجرد ما اتفق عليه من المقترحات إلى خطة كما قالت المقاومة لتنفيذه على الأرض بعد أن تم اتفاق معهم على هذه المسؤولية على هذا الأمر. فمتى نتقدم خطوة؟ فعلى هؤلاء فعلا يتحملوا المسؤولية، وإلا لا طائل ولا فائدة من وراء المفاوضات. ولا ينبغي أن نعيش الوهم، إما أننا نعيش الحقيقة فلا بد إذن من تجسيدها على أرض الواقع بخطة تنزل على الأرض، وإما أننا نعيش الوهم الذي تعيشه سلطة أصله لمدة أكثر من 40 سنة. فتجاربنا مع العدو معروفة، وخاصة في المفاوضات. لا إله إلا الله. ثانيا هنالك استغلال من قبل الممكن لهذا النوع من المفاوضات العبثية لربح الوقت من أجل المزيد من الجرائم والمجازر التي لا تتوقف في تلك الأرض. هم يريدون أن يوقفوا ما يسمى بالجهاد، ولكننا نبشرهم أنه ماض إلى يوم القيامة. الله 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 الله. ثانيا هذا الذي ذكرته المقاومة وأذاعته ونشرته هو فقط لتحسيس وتعريف المسلمين خاصة أنه لا يقف معهم الآن في الساحة أحد، ولا يرثى لحالهم أحد، وأن جميع تلك الخرجات التي يخرجها من غير المسلمين من أحرار العالم هي لحد الآن لا تعدو أن تدور في مسألة رفع وعي الناس، أي لا تملك لحد الآن ما تستطيع الضغط به على دولها لكي تحرز تقدما في تقديم الشيء اليسير على الأرض عمليا في غزة. وهذا أمر يعني محزن جدا. لا إله إلا الله. ثالثا إنها هذه مفاوضات وهذه هي أيضا جزء من المؤامرة الكونية، لأن المؤامرة فيها الاستخباراتية فيها العسكرية وفيها عودك خديعة ما يسمى بالمفاوضات. حتى المفاوضات لا تدار من أجل الوصول إلى اتفاق وتفعيله على الأرض، ولكن هو أيضا لتشتيت الانتباه، لربح الوقت، لعدم إعطاء المقاومة أي شيء يمكن أن تتحدث به كمكسب على الأرض. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه مسألة توزيع الأدوار من قبل هؤلاء، وكل يؤدي الدور المنوط به، وكل ذلك يحشد في اتجاه القضاء على هذه العصبة المؤمنة التي لا يمكن أن يقضى عليها. وحي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وفي رواية ظاهرين على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، ولعدوهم قاهرين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن أخيرا وليس أخيرا، هذه الرسالة هي موجهة إلى الأمة، وليقرأ فيها كل مسلم أنه هو أيضا مسؤول عن نصرة إخوانه في هذا الظرف الذي يقوم كل
مما ترون في العالم بدوري من الأدوار على المستويات الرسمية من أجل تضبيطي ومن أجل حرمان المقاومة في غزة من ما حققته عن طريق الطوفان. 11 شهرا هنالك دولة سلمت في 9 أيام، ودولة استسلمت في 4 أيام، ودولة استسلمت في 11 يوم. هؤلاء العالم كله ولا زالوا بإذن الله تبارك وتعالى ثابتين على الأرض. إنه الإسلام، إنه الإسلام الذي يخرج أمثال هذه النماذج. فلله ضرهم. فنسأل الله تعالى سبحانه وخزائنه ملأى أن يفتح له من خزائن نصره ما الله به عليم. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.